يعطيكم العافية. رح نحكي عن أول لاب، إحنا لاب الفيجن. طبعا إحنا عندنا تو لابز، الفيجن والأوديشن، والتنين داخلين بالميد تيرم إكزام. عدد الأسئلة سؤالين لكل لاب، وأسئلة إن شاء الله سهلة، والسلايدات يعني مور ذان إناف. فما بنحكي احنا عن الفيجن، احنا حكينا انه الستيمولاس اللي احنا it will be detected by the eye هو اللايت، وبناء على اللايت ويفز اللي بتيجي عندي على الاي بتكون عندي ايمج I can discern and see the objects and the world around us. هلا اللايت ويفز they are diverge أو راديات in particular direction، بهذه الحالة بنسميه إحنا light ray، و divergent light rays they should bend inside the eye in order to be focused on a specific point، بسميها أنا focal point، على ال light retina اللي هي مسؤولة عن إنها تعمل detection لهذا اللايت وتعمل تكوين لإيمج بناء على هذا اللايت ريز اللي وصلت عندي للآي. حكينا أنا عندي إذا divergent light rays رح توصل عندي للآي، يصير لها bending inside، يصير focused على focal point على retina in order to start forming images for that or these objects. طيب هلا إحنا حكينا إذا البندنج لللايت ريز هذا بنسميه إحنا الريفراكشن. إذا البندنج لللايت رايز بسميها الريفراكشن، هو بيعتمد على وجود عندي كيرفد ستراكشرز في داخل الاي مسؤولين انه يعملوا لي ريفراكشن لللايت انسايد ذا اي. هلا ذا جريتر ذا كيرفيتشر فور اكزامبل اوف ذا لينس اللي هي واحده من الريفراكتيف ستراكشرز، ذا جريتر ذا ابيليتي تو بند اند ريفراكت ذا لايت اند ات ويل بي ذا سترونجر ذا لينس. هلا اذا بتتذكروا من الفيزياء في عندي انا تو تايبس اوف لينسز، في عندي كونفكس لينس وعندي كونكيف لينس. هلا الكونفكس لينس هي تعمل كونفرجنج لللايت ريز او ات برينج ذيم كلوز تو ايتش اذر، وبينما الكونكيف لينس وظيفتها هي تعمل لي دايفيرجنج لللايت ريز، وبالتالي ات سبريد ذيم اواي او ابارت فروم ايتش. هلا احنا حكينا انه بالاي ذا ميجر او ذا مين ريفراكتيف ستراكشرز هم عندي انا الكورنيا اند ذا لينس، اذا هدول ذا مين ريفراكتيف ستراكشر، لكن الكورنيا هي تعتبر ذا ميجر ريفراكتيف خلينا نقول بارت اوف ذا اي، وطبعا هي مسؤوله عن 70% من الريفراكشن اللي بيتم لللايت. والكورنيا الكيرفشر تبعها طبعا هي curved structure لانها it is in contact with the air، فبالتالي بينما اللينس it is in contact with the fluid، فبالتالي the difference in the density at the air cornea interface is greater than the difference in the density على اللينس fluid interface، فبالتالي refractive ability للكورنيا بتكون اعلى من اللينس. هلا بحاله الاستجماتيزم لما يكون عندي انا changes او uneven curvatures of the cornea هون بصير انا عندي refraction لللايت rays unequally، وبالتالي هذا بياثر على الكلاريتي وللايمج، ممكن يؤدي انه يصير عندي انا blurred وفزي images formation. هلا بشكل عام في فرق عندي انا بين الكورنيا واللينس. اول شيء انه عندي انا because the cornea الكيرفشر تبعها remains constant regardless of the distance of the light source، يعني كان light source near or far الكيرفشر تاعون الكورنيا doesn't change، فبالتالي refractive ability للكورنيا doesn't change or remains constant، فبالتالي ما بتعمل accommodation. لكن اللينس because it is flexible and the curvature of the lens can change can be adjusted and changed based on the distance of the light source whether it is near or far، فبالتالي اللينس refractive ability of the lens can be adjusted، وبالتالي اللينس هي مسؤوله عن شيء بنسميه الفيجوال اكوموديشن. فالفيجوال اكوموديشن بيعتمد انه انا بغير بعمل ادجستمنت للسترينث تبع اللينس. فمثلا طبعا هذا بيساعد طبعا على الاكوموديشن وجود عندي السيلري بوديز والزونيول اراوند ذا او attached to the lens. ففي حاله انا في عندي انا بدي اعمل عندي far light source او far object، بهذه الحاله انا عندي cellular bodies راح يصير فيهم relaxation، بينما راح يصير عندي stretching بالزنيول، فبصير عندي flattening بالlens، واذا result بصير عندي visual accommodation، وبصير عندي انا
formation of clear image. وبحالة إذا كان عندي أنا near vision أو near object بصير أنا عندي contraction بالسيلياري بوديز وريلاكسيشن بالزونيول، بصير عندي as a result thickening باللينس، وبصير عندي accommodation وبتتكون عندي clear image لهذا near object. هلا احنا دائما بنحكي تيرم اسمه شيء بسميه الفيجن الفيجوال اكويتي. الفيجوال اكويتي هي الكلاريتي and how accurate we can form the image، وهو بعبر عن الكلاريتي للفيجن بشكل عام. هلا بشكل عام the major reason of poor visual acuity او low visual acuity هو انه يكون عندي انا a problem بالrefraction لللايت، او بسموها refractive error او ametropia. هلا النورمال فيجوال اكويتي او الايميتروبيا تعتمد انه الفار لايت سورس او الفار اوبجكت انه يصير لها فوكسنج على الريتنا without the need of accommodation، while the near light sources او near object it should be focused on the retina after الاكوموديشن، يعني we need accommodation for the near light sources. اذا هاي بسموها عندي الايميتروبيا او النورمال فيجوال اكويتي. هلا عندي انا الريفراكتيف، بنحكي هسه على المشاكل بالريفراكتيف ايرورز اللي بتاثر على الفيجوال اكوتي. اول وحده الميوبيا او النير سايتدنس او النير سايت ايمج. بهذه الحاله بيكون عندي البروبلم انه الاي بول اذا تو لونج او اللينس ات از تو سترونج. فبهذه الحاله الفار لايت سورس رح يصير له فوكسنج ان فرونت اوف ذا ريتينا، والنير لايت سورس رح يصير له فوكسنج على الريتنا without accommodation. فإذا رزلت تكون عندي blurry و image نتيجة أنه الimage بيكون out of focus. هلا كيف بحل مشكلة الميوبيا؟ أني أستخدم concave lens. الconcave lens وظيفتها تعمل diverging للlight rays before they reach the eye. طب هذول lenses زي كأنهم بيشتغلوا as an extra refractive structures. فبهذه الحالة الفار source will be focused on the retina without accommodation, while in near object or near light source they will focus on the retina after accommodation. ويتغير يعني عندي thickness وصل عندي thickening باللينس بس عندي with accommodation، فبتتعدل عندي بتكون عندي as a result blurry image، بتصير عندي أنا a clear image. ثاني refractive error بالvisual acuity هو الhypertropia أو الhyperopia أو الفار sightedness. هلأ بهذه الحالة السبب بيكون إذا إنه the eye pole is too short أو the lens is too weak، مش اللينس مش يعني flexible. فبهذه أو weakness فيها. فبهذه الحالة شو اللي بصير أنا عندي الفار light source will be focused with accommodation عكس النورمال اكويتي، انه احنا كان الفار لايت سورس it should be focused without accommodation، والنير لايت سورس بيصير له focusing behind the retina with accommodation طبعا، فبتكون عندي blurry image بتكون out of focus. بعالجها بالconvex lens، وبهذه الحاله convex lens تعمل لي converging light rays or bring them close to each other، and as a result بصير عندي انا الفار light source بصير له focusing على retina without accommodation، والنير light source it will be focused with accommodation على ال proper area او ال proper point بالretina، وتكون عندي clear image للأوبجكت. هلأ في كمان عندي أنا كونديشن بيشبه الهايبروبيا، لكن بيكون عندي أكثر إشي with aging بصير المشكلة، وبتكون المشكلة مالي إنه اللينس it will become less flexible، اللي هي بسموها البريسبايوبيا. البريسبايوبيا إنه الشخص بصير unable to see أو to recognize near objects أو to read from close أو near distances. نتيجة إنه النير بوينت تاعيته بتصير farther، بتصير أبعد، يعني he cannot recognize the near or close objects or read from close or short distances. فبتحل تنحل نفس قصة الهايبروبيا بإني أستخدم له convex lens. كمان أنا استجمتزم زي ما هي كمان ممكن تحدث نتيجة الشنج بالكيرفشر تاعون الكورنيا، كمان الانحراف أو الاستجمتزم كان بي result from the changes أو unequally even curvature of the lens، أو بكون عندي أنا الكيرفشر تاعون lenses is not uniform، فأذا result بيكون عندي blurry أو vision و blurry، أو بكون يكون عندي حتى duplication
بالفيجن او انه برؤيتي للاشياء، فهذه الاستجماتيزم it will be corrected with the cylindrical lenses في هذه الحاله الاستجماتيزم، سواء كانت كمان اذا كانت ناتجه عن اللينس او changes باللينس كيرفيتشر. في عندي انا to diagnose الفيجوال اكويتي بنستخدم شيء بسموه السنيلن اي شارت. اذا شو بنستخدم السنيلن اي شارت؟ السنيلن اي شارت هو بيتكون من 11 lines، بيكون هدول lines فيهم letters، طبعا هدول letters بيكون لهم specific geometry و specific thickness أو بسميهم octotypes. وال first line بيكون بيتكون من one very large letter and which may be طبعا بيكون أكثر letters هم بيستخدموهم بال listen eye chart هم 9 letters اللي هم C D E F L O P T Z. هذول أكثر letters بيستخدموه بسنين الاي شارت. فممكن هذا اللتر اللي بيكون بالفيرست لاين يكون one large letter، ممكن يكون any letter. هلا the subsequent rows the more you go down in this chart بصير أنا عندي increasing the number of letters with decreasing in their size. هلا you place the person 6 meters or 20 feet away from this chart and you ask him to read the letter the letters loudly from the top to down. The more he can realize or recognize and observe or see the down lines with a small letter size, the better the visual acuity. هذا يصير اي شارت. اول لاين بيكون عندي بيتكون من وين لارج لتر اني لتر ونحكي اكثر لترز برجع بعيدهم بستخدمهم بس الاي شارت لانه بتدوروا على جيومتري معين وعلى ثيكنس معين اللي هم السي دي اي F L O P T Z. طبعا وكل ما as we go down in this chart بيكون عندي أنا number of letters بزيد وال size of these letters بقل. وعندي أنا the smallest line the person can see هذا بيعبر عن visual acuity تبعيته لأنه كل line it is assigned to specific أو visual acuity. طبعاً line 8 هي بتعبر عن normal visual acuity هي 20 over 20 or 6 over 6. هلأ ممكن كمان الاسم eye chart تكون بتكون من letter واحد يستخدموه خصوصاً مثلاً زي letter C اللي فيه gap، فبالتالي بيساعد على diagnosis visual acuity. طبعا احنا قلنا النورمال اكوتي ديزيجنيتد تو بي 6 اوفر 6 او 20 اوفر 20. هلا فور اكزامبل اذا كان السمولست لاين البيرسون هي كان ريد اللي هي كان ريد 20 اوفر 40 او كمان ممكن تعبر عنها 6 اوفر 12. بهذه الحاله هذا ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني انه اللاين هذا اللي النورمال بيرسون هي كان سي ات فروم 40 فيت، this person he need to see the same line from 20 feet. This is the meaning of this number. طبعا بشكل عام ال low vision الرينج تبعها او بيعتبروا انه الشخص بلش يصير عنده low vision لما يكون عندي انا ال visual acuity هي 20 over 70 to 20 over 400. لما بيكون الرقم بصير اكبر بصير يصغر عن 20 over 400 بهذه الحالة البيشنت ببلش يصير عنده بيدخل في مرحلة البلايندنس. طيب هلا كمان هاو ذي تيست فور بريسبيوبيا اللي هو انه الشخص لا هي كانت ريد فروم خلينا نقول شورت ديستانسز او فروم او هي كانت سينير اوبجكت. They will place they will hold a card 35 سنتيمتر away from the patient nose and they will ask him to cover one of his eyes and they will ask him to read the smallest line in this card and then they will ask him to cover the other eye and repeat the process and they will see how near this patient or the nearest point the patient can see the objects أو see the lines. كمان من التستس المهمين اللي يستخدموا في الفيجن اللي هو أنا to test for the color vision أو بسموها إشهارة تست أو إشهارة شارتس أو إشهارة plates.
احنا حكينا انه الكالر فيجنز المسؤول عنها من الفيزيولوجي هو من الكونز او الكالر كونز، واحنا هذول الفوتو ريسبتورز في عندي انا 3 تايبس اوف ذيس كالر كونز اللي بحددهم عندي انا الفوتو بيجمنتس الموجوده فيهم اللي هم ممكن يكونوا بلو جرين اند ريد كونز. طبعا ايتش تايب اوف ذيس كالر كونز زي ما حكينا ات كان ابسورب specific wavelength. For example, the blue cones, they can absorb the short wavelengths. بينما green cones, they can absorb the medium wavelengths, while red cones, the long wavelengths. ونتيجة أنه في عندي overlapping between these wavelengths, فبصير أنا عندي stimulation ل all three types of these cones. وبناء على proportion or ratio of this stimulation, we can have different colors recognized by the eye. طبعاً this color vision or color image, it need further processing in the occipital lobe أو بالvisual cortex موجود بالoccipital lobe in order to correct this color image based on the background and to increase the contrast and the resolution of this color image. هلا لما يكون عندي أنا color vision deficiency بهذه الحالة بيكون عندي problem loss or defect أو weakness. لما بيكون أنا عندي complete loss هاي بسموها بيستخدموا term anomaly. لما بيكون عندي أنا complete loss بسموه anopia. فإذا لما بيكون أنا عندي complete loss أو complete loss أو عندي weakness بهذول الكونز هذا بيأثر على color vision وممكن يؤدي إنه صار عندي deficiency وinhibition للcolor فيجن وصلنا عندي إشي بسموه color blindness. طبعاً الأشهر blindness هو أو أكثر common type of color blindness هو red green color blindness. Red green color blindness. فإذا كان عندي أنا three objects for example green, yellow and red اللي عنده red green color deficiency أو blindness he will see all three objects as yellow. He cannot recognize إنه في عندي أنا green and red. هلا إشهار التست هو التست يستخدم to diagnose red green color blindness. طبعا بيستخدموا بحالة الإشهار التست بيكون أنا عندي 38 plates. 38 plates وهدول البليتس بيكونوا عندي colored plates ومكتوب في هدول البليتس numbers أو بيكون مش مكتوب أحيانا numbers برضو to help in the diagnosis of the color deficiencies. هلأ ممكن نستخدموا 38 plates أو ممكن نستخدموا 10 out of these 38 plates أو 14 أو 24 plates. لعندي plate 1 اللي هو all the people سواء كانوا عندهم normal vision أو كان عندهم color blindness they should see number 12 in this plate فبستخدموه ك starting plate بهذه الحالة. هلا في عندي أنا plate 2 النمبر اللي موجود فيه هو normal people they were rated as 8 the people اللي عندهم red green color blindness they were rated as 3 واللي عندهم total color blindness they will cannot read any number. The plate 3, in normal people, they can recognize إنه في عندي أنا 29. اللي عندهم red green deficiency, they will read it as 70. والtotal color blindness, they cannot read any number. In plate 4, the number written is 5. واللي عندهم red green color deficiency, they will read it as 2. واللي عندهم total color blindness, they cannot read any number. هلا plate 5 and 6. And in plate 5, in number 3, by normal people, it should be recognized. And if they read green deficiency, the people read it as 5. And if they have total color blindness, they cannot read any number. Plate 6, in number should be recognized by the normal people as 15. If they read the green deficiency, they will read it as 17. And if they have total color blindness, they will not read any number. And plate number 7. عندي normal people they were rated as 74 اللي عندهم red green deficiency أو blindness they were rated as 21 واللي عندهم total color blindness they will not be able to read any numbers any number. هلا plate 8 اللي عندهم normal color vision they were rated as 6 اللي عندهم سواء red green color deficiency أو blindness أو اللي عندهم total color blindness they will not read any number. كمان بليت 8 9 and بليت 10 بليت 9
normal people they were rated as 45 و blatant normal people they were rated as 5 لكن people اللي عندهم red green blindness أو total color blindness they cannot read any number in plate 9 and plate 10. عندي plate أنا 11 كمان and the plate 12 plate 11 the number the number plate 11 the number the normal people that can read it as 7 while plate 12 the normal people read it as 16 بينما اللي عندهم red green color blindness او اللي عندهم total color blindness they cannot read any numbers in plate 11 and plate 12. Now, plate 13 also the same. The normal people read it as 73. لكن عندهم read green color blindness أو total color blindness they will read nothing in this plate. Plate 14 and plate 15, there is no numbers here. So in normal people, or people عندهم total color blindness, they will not read any number in these plates, plate 14 and plate 15. لكن people عندهم red green color deficiency, they will read the number in plate 14 as 5, while they will read the number in plate 15 as 45. هاي اللي عندهم إيش red green color blindness. نيجي لنمبر البلايت 16. البلايت 16 normal people they will read it as 26. هلا البيشنتس اللي عندهم بروتانوبيا او سترونج بروتانوماليا بروتانوبيا من لانه انا الكونز الريد برمزوا له بروتانز والجرين برمزوا لهم بدوتانز والبلو تريتانز فاذا كانت المشكله بالريد كونز اذا كانت لوس والديفكت بسموها بروتانوبيا إذا كانت ويكنس بسموها بروتانوماليا فالبيبل اللي عندهم بروتانوبيا وبروتانوماليا they can read number 6 لكن اللي عندهم بروتانوماليا they can read both numbers اللي هم 2 و 6 but the 6 is clearer than the 2 اللي عندهم ديترانوبيا أو ديترانوماليا اللي هو البروبلم بتكون بالجرين كونز بهذه الحالة they can both they can read number 2 بس اللي عندهم ديترانوماليا they will read also number 6 but number 2 is clearer than number 6 فبهذه الحالة ديترانوماليا is opposite to the بروتانوماليا طيب نيجي لبليت نمبر 17 بليت نمبر 17 normal people they read it as 42 The people who have brutonobia or brutonomalia, the problem with cons, they will read number 2. واللي عندهم بروتانوميليا they can read number 4 but number 2 is clearer than number 4. اللي عندهم ديترانوبيا or ديترانوميليا they can read number 4. واللي عندهم ديترانوميليا they can read number 2 but number 4 is clearer than number 2. هلا بنحكي كمان غير الكلر فيجن بنحكي how we can demonstrate the blind spot اللي هي الاريا اللي ما بيكونش فيها اي processing واي خلينا نقول impulses واي current او اي electrical current in this area طبعا بهذه الحاله you bring a slide or you write across or draw across in the left side and a circle on the right side. فبدك تجيب انت ترسم cross وتحطه على the left side و circle on the right side. And you will ask a person to cover his left eye and to look to the cross from the right eye. لانه the cross هو رح يكون على جهة ال left. فبهذه الحالة زي exactly like this. يكون the cross on the left side or a circle on the right side. And he will cover his left eye and he will see or look at the cross اللي موجود على left side with his right eye. هلا بهذه الحالة you will start to move, ask him to move his head slowly toward the screen or away from the screen while he's staring to the cross with his right eye. So he will ask him to move يعني his head either away from the screen or toward the screen and staring at the cross. هلا as he is moving his head slowly toward or away from the screen, the moment he cannot or the circle disappears, هاي النقطة
بعرف انه هي بتسمى البلايند سبوت للرايت اي، اللي النقطه اللي بصير فيها انا ديسابيرينج ب سيركل وايل هيز ستيرينج تو ذا كروس اند هيز موفينج هيز هيد. هاي المومنت تعبر عن البلايند سبوت بالرايت اي. واحنا كان البلايند سبوت بشكل عام كان ديتكتد اكثر لما يكون عندي كفر 1 اي، لانه لما يكون انت يو ار لوك ات ذا ثينجز او يو ار سي ذا ثينجز وذ تو ايز، البلايند سبوت ات ويل نوت بي ريكوجنايزبل از وين يو ار لوكينج وذ 1 اي، لانه احنا حكينا انه بصير انا عندي كومبنسيشن وهاي الجاب يتم قلنا تعويضها وبصير كومبنسيشن نتيجه انه انا بشوف عندي بالتو ايز، فا يو كانت ريكوجنايز ات اف يو ار اوبزرفينج اند ذا اوبجكت وذ تو. بهيك انا بكون خلصت اللاب الفيجن ان شاء الله. عندي راح ابعث لكم كمان لاب الاوديشن، ويعطيكم الف الف عافيه ان شاء الله بالتوفيق في امتحانكم المد.